بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله اليوم بداية أسبوع جديد، إن شاء الله آخر أسبوع قبل إجازة الحج بإذن الله. بإذن الله نحاول إن شاء الله الوحدة الثالثة نخلصها الأسبوع هذا، إذا بقى وفي إن شاء الله في أسبوع بعد العودة ممكن يكون أسبوع مراجعة، بس إن شاء الله يكون هذا موضوع في حين. إن شاء الله نحن وقفنا الأسبوع اللي راح، أخذنا الاحتكاك بشكل سريع، ما قلنا إن شاء الله حنرجع نعيد مفهوم الاحتكاك في آخر نقطة. إن شاء الله اليوم إذا خلصنا مفهوم الاحتكاك والمسائل يكون بكرة بإذن الله مراجعة الوحدة الثالثة. الاحتكاك أنا هو فصل لك هنا، الاحتكاك قسمه بقسمين، عندك أفقي وعلى سطح مائي. أنا بدي برسم أبغى أوصل لك اللي المفهوم اللي أبغاك تفهمه. هو أداك حالتين للاحتكاك، قال لي إذا كان الجسم في حال سطح أفقي مثل الرسمة دي، يعني مستوي ما في أي احتكاك ثاني، وقال لك إذا كان في مستوى مائل نفس هذه، تمام؟ يعني اللي على يسارك هذا مستوى أفقي، واللي على اليمين مائل. اللي على المستوى أفقي قسموا إلى فقرتين أو فكرتين، قال لك إذا كان عندك احتكاكين سكوني وحركي. وصلنا فيها قلنا الحركي اللي يكون السكوني هو اللي انك تدفع الجسم، والجسم قوة احتكاك اكبر من دفعك فما يتحرك، فيقعد ساكن لما تزيد القوة ويبدا يتحرك، هنا يصير الاحتكاك عندك حركي. اول ما يبدا يتحرك الجسم هو عند احتكاك قاعد يقلل من قوة الدفع، بس الجسم قاعد يتحرك، فهذا اسمه احتكاك حركي. وعندي قانونين مهمة جدا، اللي هو الاحتكاك السكوني رمزه سي، اللي هو معامل الاحتكاك السكوني مضروبا في ان. طبعا ان ايش فكرتها هنا؟ ان عندي هذه اللي هي اللي هو القوة العمودية اللي على الجسم، يعني الجسم قوة الجاذبية من تحت هي تجذبه، وفي قوة عكسية فوق اسمها قوة عمودية. هذا قانون اللي هو الاحتكاك السكوني، قانون جدا مهم. يعني ممكن يجيك سؤال يقول لك عندك معامل جسم على سطح أفقي، معامل الاحتكاك السكوني رقم، عندك القوة العمودية N رقم، أوجد لقوة الاحتكاك، أو يديك قوة الاحتكاك وقوة والمعامل يقول لك جيب القوة العمودية، فتختلف حسب المعطى، بس إن الفكرة هذا القانون جدا مهم. والقانون الثاني اللي هو الاحتكاك السكوني اللي هو VK بيساوي معامل الاحتكاك السكوني رمزه K نفس اللي فوق بس اختلاف الرمز، في القوة العمودية N. القوة العمودية N، فأنت عندك القانونين هذه جدا مهمة في الاحتكاك اللي على سطح أفقي. القانونين هذه جدا مهمة، أنا ما أبغى أدخل لك بالتفاصيل كثير عشان الاحتكاك لو تدخل فيه كثير يتوهك، بالذات المائل. اللي على سطح أفقي واضح، اللي على سطح مائل نحن ندخل فيه إيش صعوبته؟ صعوبته إنه في زوايا، وفي هو جاي على شكل زاوية، هو المفروض كيف تحله؟ تيجي ترسم، هو في الكتاب كذا حط لك، ترسم الأحداث الصيني والأحداث الصادي، وتأخذ اللي هو W X و W Y أو المحور اللي هو المركب السينية ومركب الصادية، وتشتغل من الفكرة هذه، فموضوع شوية فيه تعقيد. فأنا أبغاك تعرف في السطح المائل قانونين مهمة. قانون الأول، طبعاً أول شيء السطح المائل ينقسم إلى قسمين، إذا كان في احتكاك أو ما في احتكاك. فإذا كان عندك احتكاك، أو نأخذ أول شيء اللي بدون احتكاك،
قانونه أنا عشان فكرته إيش بتجيب قانون التسارع أنت. السؤال يقول لك أوجد التسارع إذا كان جسم مائل باحتكاك مثلا أو بدون احتكاك على حسب، كل واحدة لها قانون. فعندي أول شيء نستعمل اللي بدون احتكاك اللي هو إيه؟ التسارع بيساوي الجاذبية الأرضية في ساين الزاوية. هذا حلينا عليه مثال الأسبوع اللي راح. هذه إذا كان الجسم مائل وبدون احتكاك، هذا القانون الأول. القانون الثاني إذا كان عندي جسم مائل ويوجد احتكاك، حيكون إيه؟ نفس الفكرة، تسارع بيساوي الكتلة في الجاذبية مضروبا في ساين الزاوية ناقصا معامل الاحتكاك أو ناقصا قوة الاحتكاك السكوني الحركي، معليش قوة الاحتكاك الحركي على M نفس الكتلة. فأنا عندي الأربع قوانين هذه جدا مهمة في موضوع الاحتكاك. عندي إذا كان السطح أفقي، يعني السؤال أول حاجة بيقول لك إنه عندك جسم يحدد لك طبيعته الوضع حقه، هل هو مائل أو أفقي. ففي البداية يحدد لك مائل أو أفقي. مثلاً قال لك مائل، إنه الجسم موضوع بشكل مائل، بيحدد لك بعدين هل هو في احتكاك ولا لا. قال لك لا يوجد احتكاك، قال لك أوجد تسارع، هات تستعمل القانون الأول. بالمثال إذا كان أفقي نفس الفكرة، يحدد لك أفقي ولا لا، هل الجسم يتحرك سكوني أو يتحرك او ساكن. فكلها معايير مهمه. طبعا في سطح المائل ايش يقصد؟ انه في احتكاك او ما في احتكاك، كفهم مفهوم فقط. احيانا جسم على وضع مائل، يعني انت كانك حاط صندوق وعلى على زاويه معينه، يعني بنفس الشكل هذا، وما في احد يدفه، حلو، بس ثابت في مكانه. ايش مثبته؟ قوه الاحتكاك ماسكته. لو فرضنا انه ما في احتكاك حيكون جسم متحرك وقتها. فهذه هي الفكره بس. فالأربع قوانين هذه جدا مهمة، هي اللي أبغاك تفهمها في موضوع الاحتكاك. قانون الاحتكاك السكوني الحركي، التسارع مع احتكاك، التسارع بدون احتكاك. جدا تفهموه، حناخذ عليها أمثلة بإذن الله. طيب شباب اكتبوها أو صوروا الشاشة كذا، ملخص عندك قدام تكون أوضح يعني. هذه يا أستاذ المسائل تقريبا كلها موجودة، بتكون في الكتاب زي، بس اللي هو الاي تساوي ام جي ساين الزاوية على ام، هذه قاعد ادور عليها مش راح تطلع معايا. اللي هو القانون الثاني التسارع، ايوه لقيتها في صفحة 87. كويس، ايوه دحين يعني، بس خلنا ناخذ الصفحة دي ووريك اياها في الكتاب. ماشي هسه، يعطيك العافية. طيب هنا موضوع الاحتكاك، أول حاجة جاء قال لي السطح أفقي. هنا قال لك أول شيء احتكاك على سطح أفقي، أو في البداية قسم لك إنه احتكاك على سطح أفقي ولا سطح مائل. جاء فصل في السطح الأفقي، قال لك عندك قوة احتكاك سكوني وعندك قوة احتكاك حركي. أداك قانون قوة احتكاك السكوني اللي هو 3.16، هذا قوة احتكاك السكوني. بعدين أعطاك اللي هو 3.17 قوة الاحتكاك الحركي. كذا خلصنا من الاحتكاك على سطح أفقي. بعدين جاء دخل في الاحتكاك على سطح ما، الاحتكاك على مستوى مائل. قال لك إذا كان في بدون، إذا كان بدون احتكاك، حرك على مستوى المائل بدون احتكاك، نفس الفكرة، هو فيها زوايا وفيها اتجاهات، وتجيب محصلة مركبة سين ومركبة صاد. الفكرة إنه أنا أبغاك تعرف التسارع.
هنا اداك التسارع اللي هو 3 18 اللي هو A يساوي J ساين الزاوية قانون 3 18 تطبيق نرجع له دقائق بس خلينا نكمل بعدين القانون الثاني اللي هو إذا كان في احتكاك والسطح مائل هذا القانون 3 19 AMG ساين الزاوية ناقص FK على M. نرجع المثال رقم 3 8 شباب التطبيقات جدا مهمة جدا إذا فهمت التطبيقات حتجيب في المرة في الاختبار التطبيقات تفهم فكرتها جدا مهمة طيب 3 8 إيش قال لي 3 8 قال لي إذا كانت كتلة الجسم المتحرك على سطح مائل نرجع نقول فهم السؤال نصف الإجابة وأكثر قال لك كتلة جسم متحرك على سطح مائل خلاص أنسى الموضوع الأفقي طيب احتكاك ولا بدون احتكاك قال لك وبدون احتكاك البين في الشكل 3 7 زي ما قلنا أنا 90% ما راح يجيب لك رسمات يا لا ترسم ولا راح يجيب لك رسمة يكون كله بالسؤال في الشكل تساوي أداك الكتلة وداك الزاوية قال لي أوجد حسابيا تسارع الجسم معتبر أن مقدار تسارع الجاذبية الأرضية J يعني إنه في الأرض الجاذبية الأرضية 3.8 ممكن يقول لك سؤال بدي غير الجاذبية مثلا يكون مو في الأرض في القمر في المريخ يكون الجاذبية مختلفة بس تعويض الأرقام طيب أول حاجة زي ما قلنا نكتب المعطيات هذا أهم حاجة عندي أول الأشياء اللي معطيك إياها قال لك أول حاجة أعطاك M بتساوي 20 بعدين أعطاك الزاوية قال لك 45 طيب بعدين أداني الجاذبية الأرضية أو المعلومة عندي أنا 9.8 أو 10 نفسها 9.8 اللي يبغى في السؤال أوجد A طيب A عندي هو قال لي القانون اللي بستعمله قال لي إنه الجسم مائل وما عندي احتكاك فبستعمل القانون الأول اللي هو J ساين الزاوية فبقول A بتساوي الجاذبية الأرضية في ساين الزاوية بتساوي نجي نعوض تسعة فاصلة ثمانية مضروبا في ساين الزاوية خمسة وأربعين تعويض بالآلة تسعة فاصلة ثمانية مضروبا في ساين خمسة وأربعين حيجيك الناتج ستة فاصلة 9.2 طبعا ارجع اقول وحدات مهمه متر لكل ثانيه تربيع عشان ممكن يجيك اختيار متر لكل ثانيه تربيع متر لكل ثانيه متر يعني امشي عارف الوحده هذا مثال رقم 38 واضح عندكم شباب تعود مباشر طيب اللي بيكتب المثال يكتب طيب نروح المثال اللي بعده مثال 3 9
طيب مثال 3-9 قال لي إذا كانت سرعة، إذا كانت كتلة جسم المتحرك على سطح خشن مائل، مدام قال لك خشن فمعناته في احتكاك، إذا قال لك سطح ناعم يعني ما في احتكاك. طيب قال لك السطح الخشن المائل مبين في الشكل 3-8 هو هذا اللي فوق، قال لي الكتلة 12 ومقدار قوة الاحتكاك تساوي اللي هو FK أو تساوي 20، أو يحسبين مقدار التسارع على الجسم، وذلك إذا كانت الزاوية الميل مستوى تساوي 30 وتسارع الجاذبية بيساوي 9.8. أرجع أقول أنا أفهم السؤال عشان تنتج الإجابة، فقال لي إذا كانت كتلة الجسم المتحرك على سطح خشن مائل فمعناته بيتكلم عن الاحتكاك المائل وفي احتكاك والسطح خشن، فمعناته استعمل القانون الثاني للتسارع اللي موجود في احتكاك. فأول حاجة زي ما تعلمنا نكتب أول حاجة المعطيات، فهو في المعطيات قال لي إنه M كتلة بتساوي 12، وأعطاني إنه الكتلة الدان 12 ايوه، والمعامل احتكاك اف كي يساوي 20. عشان احنا كيف عرفنا انه اف كي مو اف سكوني؟ عشان هو قال لك انه جسم متحرك في بداية السؤال، لو قال لك انه متحرك فالاحتكاك هذا يكون احتكاك حركي مو سكوني. طيب هذه الاحتكاك اف كي، واعطاك الزاوية بتساوي 45. انا ملخبط بين المثال هذا واللي قبل، معلش. الزاويه معطيني اياها 30. طيب الزاويه 30 واعطاني اللي هو الجاذبيه الارضيه معروفه 9.8، طيب يبغاني أجيب اللي هو التسارع للجسم هذا المائل مع احتكاك. فأول حاجة أعرف القانون اللي بستعمله، قانون التسارع الثاني اللي هو A بيساوي الكتلة مضروبا في تسارع الجاذبية الأرضية مضروبا في ساين الزاوية ناقصا معامل احتكاك او قوة الاحتكاك الحركي على M كتلة. طيب نجي نعوض تعويض مباشر. اول حاجة قال لك الكتلة 12 عندي مضروبا في 9.8 الجاذبية الارضية، بعدين ساين الزاوية 45 ساين الزاوية 30، معلش، ناقصا اللي هو 20 اللي تمثل لي هنا قوة الاحتكاك الحركي على M عندي بتساوي 12. فتعويض مباشر بالآلة، حط كسر 12 مضروب في 9.8 مضروب في ساين الزاوية 30 ناقصا 20 على 12 بيطلع عند الناتج 3.2 الوحدة متر لكل ثانية تربيع وحدة التسارع. فأنا هنا عوضت تعويض مباشر. هذه مثالين بسيطة، لو جاتك في اختبار تجيك نفس الصيغة هذه بديك كتلة وبديك كل المعطيات وانت بتستنتج. ممكن يغير لك الجاذبية الأرضية، ممكن ما يخليها على الأرض، ممكن يديك انه مثلا جسم على المشتري على أي شيء، بس يديك القيمة، قيمة الجاذبية يعطيك إياها. مثلا يقول لك
وقيمة الجاذبية على القمر مثلا 5.7، خلاص تعوض بدال 9.8 عشان تكون مو تعوض على طول مباشر بدون ما تفهم. فهذه فكرة المثالين، التسارع في إذا كان في احتكاك وبدون احتكاك في السطح المائي. وضحت عندكم المفهومين هذه؟ المثال هذا وضح؟ كويس أستاذ. هنا بس في سؤال اللي هو A يساوي 12 في 9.8، هذه نقطة؟ اللي هو ضرب. إيوه يعطيك العافية. طيب كده خلصنا الوحدة الثالثة، باقي لنا إن شاء الله المسائل. نكون كده خلصنا بإذن الله المنهج. خلاصة الوحدة الثالثة، طبعا أخذنا الوحدة الثالثة نحن قوانين نيوتن، قانون الأول والثاني والثالث، وأخذنا قوانين الحركة، وأخذنا اللي هو الوزن والاحتكاك. هذه المفاهيم اللي أخذناها في الوحدة هذه. قلنا قانون الأول بيقول لي إنه لكل فعل أو إنه جسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر به قوة خارجية، وجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر به قوة خارجية. وأخذنا قانون الثاني اللي ما يقول لي إنه نسبة إنه القوة تتناسب طرديا مع التسارع، وأخذنا قانون اللي F بيساوي ما. القانون الثالث انه لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس له باتجاه. قلنا مهم جدا تعرف تعريف كل مفهوم كل قانون، واذا في عليه قانون يعني مثل قانوننا الثاني اللي هو اف بيساوي ام اي، هذا قانون جدا مهم. بعدين اخذنا الكتله القصوريه للجسم، قلنا هذا مهم تفهم مصطلحه اللي هي ثابت التناسب بين محصلة القوة والتسارع، واللي هو اف ام، مو القانون مو مرة. بعدين كتلة الجذب للجسم، كتلة الجذب للجسم جدا مهمة، كمان تعريفها بسيط من اسمها، هي مقياس من مقدار استجابة الجسم لقوة الجاذبية الأرضية. الاحتكاك أخذناه قبل شوية. قوانين الحركة الثلاثة هذه جدا مهمة، الأول والثاني والثالث. أخذنا في البداية اللي هو السرعة الآنية والتسارع الآني. هذه امتحانات ذاتية، هذه لكم أنتم، إذا أحد استشكل على سؤال معين نحلها ما في مشكلة. المسائل نخليها بكرة بإذن الله، بكرة ناخذ مراجعة الوحدة الأولى كقوانين نكتبها زي ما نسوي نهاية كل وحدة، نلخص القوانين في الصفحة، ونخلي بإذن الله المسائل بكرة بإذن واحدة. خالد، الوحدة هي سهلة أنا معاك، بس زي ما قلت لك القوانين جدا مهمة تعرف كيف تستعملها. تفضل. طيب تفضل خالد. سؤال طال عمرك اللي هو إحنا حلينا الواجبات تبعنا،
طبعا مليون في المية من أسئلة اختبارات حيكون في حاجة جاي منها مثلا يعني. المشكلة إنه إحنا حلناها بطريقتنا. طب إحنا كيف نتأكد إنه هذه الأجوبة اللي إحنا حلناها صحيحة؟ يعني ممكن أخاف يكون غلط ويجي الأسئلة حق الاختبار يكون من الأسئلة هذه وحلها غلط برضه. شوف خالد، أول شيء أنا ليش مو قاعد أحلها؟ عشان ممكن يكون في طالب طلاب ما سلموا الوجبات الأعذار أو شيء معين، فما أبغى أحلها بعدين خلاص ما أقدر، الطالب ما يقدر يسلمها مرة ثانية، فاهمني؟ في إمكانية بس قبل الاختبارات مثلا لو يوم ولا حاجة بس كذا نراجع حتى لو الجواب الأخير، لأنه ما نبغى نحط غلط في غلط، يعني نكون متأكدين إنه صح جوابنا ويطلع غلط. وبإذن الله إذا كان إذا كفانا، ولسه إن شاء الله بعد العودة عندنا أسبوع، ممكن يكون أسبوع ذاك مراجعة لكل شيء، للوجبات وللوحدات، فلسه بقينا أسبوع إن شاء الله غير الأسبوع هذا. وبإذن الله إذا ما حتى لو ما كفانا الوقت حل الوجبات لو أرسلها على جروب، وإذا ما حليت أعرف إنها ما راح تجيك الاختبار. يعني في مراجعة مثلاً أو مساعدة للأسئلة المهمة والأشياء هذه؟ والله يا خالد شوف، أنت منتبه معي وفي كذا طالب، أنت شايف في أشياء أنا أكد عليها، فيعني اللي في الإشارة يفهم على الوجه. صحيح يعطيك العافية. والمحاضرات مسجلة، وأنا كل نهاية وحدة برجع أرجع لك الوحدة كاملة، فاللي بيراجع بس الوحدة بشكل عام ما يبغى أخذ درس في اللي هو المحاضرة آخر كل وحدة في محاضرة مراجعة بشكل عام، ما هي تفصيلية بس إنها في النهاية مراجعة. طيب شباب الحاضرين يكتبون اسمهم للتحضير، إذا أحد عنده سؤال أو أي شيء تفضل، عشان اليوم نكتفي بإذن الله بمحاضرة واحدة بس، عشان خلاص خلصنا تقريبا ما بقينا شيء كثير. طيب شباب يعطيكم العافية، ما قصرت. ما في حصة بعد ها؟ هي خلاص اليوم محاضرة واحدة بإذن الله.